من سينا. زخات مطر كانون على زجاج الشبابيك في قبو دار البيت البارد وعلى ضوء قنديل الكاز نمر 4، والليل على انتصاف. تصرخ الوالدة: روح على الفرشة هلأ بتبرد. ويسأل الوالد: شو عم تكتب؟ قصيدة. قال: سمعني. قرأها. قال البي: منيحة، كفي. ثم قال لزوجته: ما دام عم يكتب خلي يبرد. والده الروائي إميل حبشي الأشقر. علاقته بالأديب فؤاد كنعان مدير مجلة الحكمة دفعته من الشعر إلى الرواية. يوسف حبشي الأشقر أحد ألمع روائيي لبنان والعالم العربي المحدثين. أعماله من طعم الرماد وليل الشتاء 1955 وشق الفجر 1956، مرحلة الحنين إلى عالم ضيعته بيت شباب، إلى التحول الفكري والأسئلة الصعبة في رواياته 4 أفراس حمر 1964، إلى لا تنبت جذور في السماء 1971، ثم الظل والصدى 1989. في تلك الثلاثية طرح الأشقر كل الأسئلة الوجودية الانتمائية والإيمانية والإلحادية. قيل الكثير في أدب يوسف حبشي الأشقر. يوم قدم الناقد المصري غالي شكري نسخة من رواية لا تنبت جذور في السماء إلى الكاتب نجيب محفوظ، قال: إنه روائي فذ ومبدع عظيم هذا الأشقر. أما الروائي توفيق يوسف عواد فكتب: أحسست وأنا أقرأه بأنه قبض على شيء بقي تحت قلمي. وختم أنسي الحج مقاله في ملحق النهار: 4 أفراس حمر أهم رواية لبنانية قرأت في هذه السنوات. يوسف حبشي الأشقر حارس أسرار الأرض القديمة، صانع أبطال حروفية يتشبثون بأوهام حقائق مستحيلة. من سينا مع ميشيل معايكي.